طيب خلينا نروح لزي ما قلت لحضراتكم من حوالي اخر مباراه للنادي الاهلي في نهائي الكاس، كان بيلاعب نادي طلائع الجيش. المدير الفني الكبير والقدير النجم الكبير كابتن طارق العشري، برضو نعرف رايه في مباراه بكره ان شاء الله وهو معانا على التليفون. يا كابتن طارق ازي حضرتك؟ يا كابتن اسلام وحشني كتير جدا. حضرتك اللي وحشني، ويعني دايما بنحب نسمع صوتك دايما معانا. ربنا يبارك فيك، تحياتي ليك ولاسره البرنامج المحترم. ربنا يخليك يا كابتن طارق. كابتن طارق، يعني حضرتك في نهائي الكاس كانت المباراه صعبه جدا ما بين النادي الاهلي وطلائع الجيش، قدرت النادي طلائع الجيش قدر ان هو يجيب هدف في الدقائق الاخيره وتعادل، ثم في ركلات الجزاء الترجيحيه فاز النادي الاهلي. شايف مباراه بكره ازاي؟ وهل هيكون هناك تغيير كبير ما بين مباراه نهائي الكاس ودلوقتي؟ مفيش شك طبعا في تغيير كبير جدا. اولا ديت بدايه موسم بعد فتره راحه. ايوه. للفرقتين، مع طبعا وجود انتدابات جديده للفرقتين. حاجه الثانيه، المباراه اللي هي كانت جمعتنا مع النادي الاهلي في نهائي الكاس، كان يمكن الفرقتين وصلوا للتوب فور. ديت المباراه ديت لسه الفرقتين بيعملوا مباراه مفترض بتحضر لموسم جديد. ايوه. ومفيش شك ده كاس، يعني يمكن النادي الاهلي طبعا يعني الفتره الاخيره مستحوذ عليه بشكل كبير جدا جدا. ويمكن احنا زي ما انت قلت في المباراه الاخيره في نهائي الكاس، يعني كانت مباراه ممتعه من الفرقتين. مظبوط. ومشرفه. وانتهت يمكن بضربات الجزاء، وكانت الحظ كان لصالح النادي الاهلي وحصوده للكاس. وفي شك طبعا المباراه ديت الفرقتين بينتظروها لبدايه موسم جيد واعلان عن اهداف كل فريق. النادي الاهلي طبعا بيكون طرف، اذا كان طرف في اي مباراه نهائيه فهو بيخش من اجل هدف واحد وهو تحقيق البطوله. ايوه. مباراه الكاس ديت السوبر ديت بالنسبه له بطوله لعيبه هتتنافس عليها بشكل كويس جدا. فريق طلائع الجيش عنده طموح كبير جدا ان يبقى يخش بدولابه اول بطوله. وده هدف مشروع لكل اللاعبين خاصه خلال الفتره القادمه، مع ان انا شايف ان في مجموعه كبيره جدا من فريق طلائع الجيش خاصه على صعيد تركوا الفريق، من عمرو ناصر، اعتقد احمد سمير كمان، ودي كانت لعيبه مؤثره جدا جدا في التشكيله الرئيسيه لفريق طلائع الجيش. ايوه. الاداءات الجديده اللي طلع الجيش اللي اجراها الكابتن عبد الحميد بسيوني، اعتقد ان بكره المباراه ان شاء الله تكون ممتعه من الفرقتين، احنا نستمتع بيها كمدربين، كتير كمان تستمتع بيها سواء على الصعيد الفني او حتى على الصعيد الروحي. كابتن طارق، دايما الصفقات الجديده، انا عارف ان حضرتك من نوعيه المديرين الفنيين اللي دايما بياخد الصفقات الجديدة وبتلعب معاه على طول، من وجهة نظرك موسيماني بكره يلعب بكل الصفقات الجديدة اللي موجودة معاه في المعسكر، كابتن عبد الحميد بسيوني نفس الكلام ولا في حاجات معينة لسه؟ لا طبعا لابد ان يبقى في التزام، يعني منهم من اللي ممكن يكون هو قريب ويدخل. ايوه. في مع التشكيلة الرئيسية، لكن النادي الأهلي من الفرق اللي لها تشكيلة رئيسية من اول ما جه موسيماني يتولى المسؤولية. ايوه. في ركائز انت لا غنى عنها. اعتقد ان عشان تخش مع توليفه النادي الاهلي اللي موجوده من السنه اللي فاتت محتاجه يعني اولا انسجام عشان اللعيب يتقدم بشكل كبير جدا جدا بشكل كويس عشان الجمهور يتقبله. أيوة. المرحله الاولى دي للعيب الجديد مهمه جدا جدا ان هو يعلم لدى الجمهور وان الجمهور يقتنع بادائه مع فريق النادي الاهلي. فانت ازاي كمدرب بمهارتك تقدمه بشكل كويس على اساس انك تكسبه طبعا لعدد المواسم اللي هو ماضيها مع النادي الاهلي. ايوه. ومش بشكل ما احنا بنقول كده بلغه كره القدم، لان في مثلا زي بواليا كده لما جه من الجونه دخل على طول مع النادي الاهلي فما قدمش مردود كويس. اصبح عن يعني عند الشارع الاهلاوي او جماهير الاهلاويه مش عايزين. مظبوط. بس ما فيش حل في الرضا. فانت هنا المهم جدا جدا انك تكون عندك دي رؤيه مدير فني يا كابتن اعتقد، صح؟ نعم. رؤيه مدير فني يعني على حسب المدرسه بتاعته. في اول مباريات لباريس سان جيرمان وميسي طبعا يعني حدث ولا حرج. بالظبط بالظبط. لما جه قعد ابتدى شويه بشويه ان هو يخش. انت المهم جدا جدا ازاي ان اللعيب اللي انت جايبه تنتدبه تقدمه في التوقيت الجيد وبالمساحه الجيده عشان في الاخر انت تكسبه. مش لازم تبدا بيه ومش لازم ان 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 ان, إن من اول ما يجي ان يعلم معناه، لا انت محتاج انت ذات نفسك كمدير فني تمهد. ايوه.
طب على الجانب الاخر طلائع الجيش يا كابتن يبدا برضو بكل الصفقات الجديده اللي جابها ولا لا؟ نفس الكلام. اسلام انت عارف، يا اسلام ان اي مدير فني ما يعني ما بيدفعش بكل صفقاته الجديده. مظبوط. في منها اللي هو بيبقى يبدا بشكل كويس عشان يبقى في من المجموعه الرئيسيه. أيوه. في من على صعيد البدلاء اللي المدرب يستعين بيهم عشان يطور اداءه داخل الملعب. مظبوط مظبوط. المهم ان هو في الاخر يكسب لعيب، خاصه انا بتكلم على صعيد اللعيبه الجدد. ايوه. اللي هم جمله في الانتدابات الجديده. المهم ان هو يكسب لاعب ينتمي للنادي الاهلي او ينتمي لنادي طلائع الجيش. حضرتك شايف مين الاقرب في هذه المباراه؟ اقرب للفوز طبعا. ما فيش شك طبعا، يعني هو يعني الاقرب النادي الاهلي كفريق بيلعب على البطولات، لكن انا انت بتسالني عن صفتي الشخصيه. ايوه. مباراه الكؤوس دي بالذات يعني ليس لها كبير. السوبر تحديدا بتبقى مباريات زي الكؤوس بالظبط. مظبوط. بالظبط كده. فالمهم ان انت يكون عندك هدف وتاخد الامور بجديه، وانا اعتقد ان الفرقتين صراحه عندهم الطموح ده، خاصه ان المباراه بدايه موسم فالكل عاوز يعلن عن نفسه. واحنا لحقنا يا كابتن نهايه موسم عشان يبقى بدايه موسم. يعني انا قصدي بدايه الموسم. لا انا اقصد يعني انا فاهم طبعا قصدك، بس انا بتكلم ان يعني فتره قصيره جدا ما بين نهايه الموسم وبدايه موسم جديد. الفتره قصيره لان صراحه يا اسلام الموسم طال جدا جدا. مظبوط. وحتى الان يعني انا المفترض ان انا داخل باجنده معلومه فيها التواريخ. انا مفترض ان انا يعني السوبر ده بدايه الموسم بتاعنا، بعديه على طول المفروض تبدا الدوري. بالظبط كده. لكن ما يبقاش في جهاد، خلاص انت بتبدا الموسم بتاعك محطوط الاجنده بتواريخها عشان اللي تخدم سواء الانديه على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي او حتى على الصعيد المنتخب. ايوه. يبقى الكل عارف، كل انا ذات نفسي كمدرب ابقى عارف انا شغال ازاي. بالظبط. لكن تواريخ ازاي؟ الاجنده صعبه قوي كمان السنه دي تحديدا، كل شهر في ماتشين. بقى لنا ثلاث مواسم بيقول لك استحملونا وموسم استثنائي. كل موسم استثنائي دايما. فاحنا عاوزين يعني عاوزين نقطه نظام. ايوه. يبقى معلوم من بدايه الموسم لنهايه الموسم زي كل دوريات العالم. عموما ربنا يسهل ان شاء الله. وانا بشكرك جدا يا كابتن طارق، ودايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا، النجم الكبير الكابتن طارق العشري والمدير الفني القدير كابتن طارق العشري.